السلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس العشرين من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن الميتا داتا إلي تاغ في الـ HTML. صافي دير راح نتعلمو كيفاش نكريو لي ميتا دوني في أن دوكيمون HTML. من أجل هذا كريت أن دوك تايب غير لي مراسين HTML هيد إي بودي. دونك في الهيد هو يعني البارتي برينسيبال الذي يمكن أن نعتبره ان كونتينر دي باليز اللي كريونا لي ميتا داتا في الاش تي ام ال. العنصر الاول ولا لا باليز الاولانيه هي التايتل. التايتل هي يعني باليز اللي تسمحنا باش نكريو ميتا داتا تايتل، يعني نمدو التايتل ميتا داتا دوكيمون تاعنا ونسجلو شوفوا النتائج. دونك تم عرض واش ميتا داتا اللي هو التايتل في التايب تاع البراوزر تاع لاباج تاعنا. دونك هذه وشيه هي تريز امبورطونت الميتا داتا هذه باسكو لا بليبار تاع محركات البحث جوجل يعتمدوا هذا التايتل في البحث عن لي دوكيمون لي ميبرجيين مورجستريين في السيرفور جلوبال تاع جوجل. فوالا ثاني حاجه لي تريز امبورطونت هي ستايل. ستايل وسي هي باليز اللي تسمحنا باش نكرييو لي ميتا داتا ستايل تاع الدوكيمون تاعنا اتش تي ام ال. نقدروا نديروا لي ميتا داتا ستايل من داخل الدوكيمون اتش تي ام ال كيما نقدروا نديروا لي ميتا داتا ستايل من خارج الدوكيمون اتش تي ام ال. دونك من داخل الدوكيمون اتش تي ام ال كيما رانا نشوفوا في هذه لا باليز ستايل تيب تاعها ستايل سي اس اس، حبه اخرى راح نكتبوا هنايا كود سي اس اس. كود سي اس اس وفي نفس الوقت هي ميتا داتا تاع ستايل تاع الدوكيمون تاعنا. اكزومبل حنا نفرضوا باللي الاش 3 اللي ديكلارينا هنايا هذا نحبوا مدولو دي ميتا داتا، نديروا له يعني دي زانفورماسيون. شنو هما لي زانفورماسيون؟ هو الباك جراوند او بيان نقولوا سي با باك جراوند، نقولوا باغ اكزومبل كولور، يعني حابين ان كولور اورانج كوم سا. Par exemple, un font size 90 pour son, comme ça. Voilà. Message long sur fond d'attache. Très bien. Qui m'a appelé là? Nous avons, par exemple, dire le texte align. Et nous avons des omorats à refaire. Texte align center. Par exemple, techniquement, nous avons tout à fait center. Très bien. دونك هادو نقدروا نعتبروهم هما لي ميتا داتا دو ستيل تاع الدوكيمون اتش تي ام ال. من داخل الدوكيمون اتش تي ام ال نحبوا سات فواسي نديروا ان كود سي اس اس او بيان لي ميتا دوني دو ستيل موش من داخل لاباليز هادي اللي داخل الدوكيمون اتش تي ام ال، من خارج الدوكيمون اتش تي ام ال. صافي دير هنايا نجيب كريو كود باغ اكزومبل نحبوا نديروا السي اس اس تاع واش ديسبلاي تاع دي ديف. سي بور سا اون فا كريي دي كلاس كوم دي ان، نجيو هنا لديف الزوجة هذي نكريو إن أوتر كلاس ديدو. دونك انطلاقا من هذه دي أو ديدو نجيو الكلاس تاعنا هنايا نديرو بوان نيم تاع الكلاس دي أ، نفتحو معقوفتين ولازم نعطيوها أن باك جراوند باوردر بلو باودر بلو كوم سا. هذا الباك جراوند تاع الأولاني. نجيو هنايا باغ اكزومبل دي دو، مي ما نساوش لو بوان باسكو ستين كلاس. الكلاس هذه يعني تاع البوان ديك تاع الكلاس والنيم تاع الكلاس، ونحلو معقوفتين. ابري هنا نزيد نمدو ان باك جراوند باك جراوند باغ اكزومبل اورانج كوم سا، نسجلو النتائج ونكتياليزيو. هنا نشوفو بلي ديف الاولانيه دي ان اللي عندها كلاس دي او ديف الزوجه اللي عندها كلاس دي دو ما صرا لهم حتى تغيير. علاش؟ باسكو هذا الدوكيمون كتبنا له كود سي اس اس ولا دي ميتا دوني دو ستيل في دوكيمون سي اس اس عادي، مي ما تمش الربط بين هذا الدوكيمون وهذا الدوكيمون. كيف يتم يعني الربط بين هذا الدوكيمون وهذا الدوكيمون؟ يعني مستقلين، يعني هذا الدوكيمون خصنا نعيطوا له نديروا له ابيل، هنا نعملوا له ابيل في هذا الدوكيمون. باش نعملوا له ابيل يعني سي سامبل، تجي هنا كاينه ان باليز كي سابيل لينك. هذه لا باليز لينك هي متخصصه باش تعمل لابيل دي فايل اللي هما فايل دو فايل دو ستيل شيت ستيل ستيل شيت اللي هما فايل دو ستيل، تعمل لهم ابيل. ها نشوفوا هنايا رولاسيون، هذه اتريبي ريليشن
يعني عملت لنا الرولاسيون بين الدوكيمون اتش تي ام ال والدوكيمون سورس، وعطاتو يو ار ال ستيل شيت، تايب هو كود سي اس اس، والاشرف هو تعطي النيم ولا الشومه تاع الدوكيمون تاعك سي اس اس هذا تاع على السورس هذا. هذا الدوكيمون سورس والاتش تي ام ال يتواجدوا في لو ميم ريبيرتوار، ايوا بروندر اتش تي ام ال دونك جوست نكتبو كون سي اس اس، ما نمدوش للشومه، نسجلو شوفوا النتائج. تم فعلا الباك جراوند لي دو ديف. دونك درنا ميتا دوني على الاكستيريور دو اتش تي ام ال، ميتا دوني على الانتيريور دو لاش تي ام ال. دونك بهذو ستيل واللينك لي كريونا لي ميتا دوني من داخل الدوكيمون اتش تي ام ال، من خارج الدوكيمون اتش تي ام ال، بالاضافه الى الميتا داتا التايتل ميتا داتا. حاجه مليحه يعني. مازالت لنا حاجه اللي هي ثاني مهمة جدا اللي هي سكريبت. في سكريبت هذا واش هو الميم تريك، يعني باليز سكريبت دوفرتور دو فيرميتور، تيب هذا الخطرة تاع التكست هو ستا هو جافا سكريبت ماهوش سي اس اس. وبإذن الله كما قلنا ونعاود نكرر انه رانا في دورة تعلم لغة الاتش تي ام ال، سنعمل دورة عن دور عن سنعمل دورة أخرى لتعلم لغة السي اس اس اللي هو هذا، وسنعمل دورة عن دورة عن تعلم لغة الجافا سكريبت اللي هي هذا الفايل كيما هذا الزي، ولي فايل كيما هذا الزي راح نعمل لهم دورات منفصله لتعلم هاتين اللغتين. حنا جوست هنا خدمناها من داخل الدوكيمون من خارج الدوكيمون باش نقولوا باش نعرفوا لي ميتا دوني في سي اس اس واش هما، ولي ميتا دوني في جافا سكريبت هما واش. ثاني في الجافا سكريبت هذا هنايا على الانتيريور نكتبوا كود جافا سكريبت عادي، واوسي هي ميتا يعني هي ميتا داتا. بالمناسبه نديروهم كومونتير، ها كومونتير جافا سكريبت كيفاش. دونك هنا نكتبو كود جافا سكريبت وهي لي ميتا بعد من داخل دوكيمون اتش تي ام ال، ومن بعد نعرفو الطريقه من خارج دوكيمون اتش تي ام ال. يعني هنايا باش نتعاملو مع الجافا سكريبت شي جوست دي فونكسيون، ديكلاريو اون فونكسيون فيد ما تستقبل حتى ارغيمون فيد، وهذه لا فونكسيون باغ اكزومبل ديرنا روتورن دو كوا روتورن روتورن او بيان ما تروتورنيناش تعمل لنا افيشاج اليرت، عفوا تعمل لنا اليرت يعني اليرت تاع واش، اليرت تاع بتي تكست هالو ونص عفوا هالو جافا سكريبت ونسجلو. يعني كرينا كود جافا سكريبت اللي هي دي ميتا دوني من داخل دوكيمون اتش تي ام ال، نيكزيكيتيف ما كان حتى اجابه لهذا لا فونكسيون. دونك باش يصرى اجابه يخصنا كما قلنا حنايا الاتش تي ام ال يعمل ستراكشر تاع الصفحه، يبني البنيه تاع الباج، يدير لنا بنيه الباج، يجي سي اس اس يتحكم في الستايل والديزاين والديسبلاي تاع لي زاليمون تاع الاتش تي ام ال، ويجي الجافا سكريبت اللي هي دوت جي اس هذه تتحكم لنا في الكليك. صافي يدير كي نكليكيو على لي بوطون ولي زاكسيون لي يصراو في لاباج هو الجافا سكريبت لي يتحكم فيهم. سي بور سا نديرو ان باليز بوتون، عفوا ان باليز بوتون، هذه لا باليز بوتون نقولو كليك مين، نعطيوها ان فالور كليك كليك مين باغ اكزومبل كوم سا. وهنايا في البوتون هذا نمدولو ان تيب، لازم نعرفوه التيب تاعو هو بوتون في حد ذاته. ابري لاكسيون لي يصرا كيما نكليكيو وان كليك هو واش يعمل لابيل تاع اون فونكسيون كي سابيل فيد، وهذه لا فونكسيون فيد بالمناسبه تافيشينا ان بتي تكست ان بتي هذا تكست اللي هو هلا وجافا سكريبت في هذا يعني بهذه الطريقه هنايا تم النداء عن طريق البوطون كي نكليكيو لهذا الكود اللي هي لا فونكسيون اللي تابليكي لنا هذه من الكود جافا سكريبت. دونك نجيو نديرو نشوفو بوطون كي سابيل كليك مي، يعني تم انشاؤه كي نكليكيو عليه يتم عرض لنا ان بوادو ديالوغ هلا وجافا سكريبت. هلا وجافا سكريبت هي ميتا دوني اللي كريناها عن طريق باليز جافا سكريبت. نقدروا باغ اكزومبل نديرو نكريو ميتا دوني من خارج الاتش تي ام ال، يعني نكريو ان فايل جافا سكريبت نورمال اللي هو دوت جي اس كيما كرينا سي اس اس، وفي هذا الجافا سكريبت دوت دو دو بوان جي اس في هذا نكتبو باغ اكزومبل كود جافا سكريبت عادي، نكريو ان فونكسيون cette fois-ci par exemple de multiplication tu reçois deux paramètres par exemple a et b. après je vais dire par exemple return
تعمل لنا الروتور نتاع ا فوا بي. فوالا ابري الريزلت تاع ا فوا بي اللي درت رينا نحطوها في هكذا هاني نولي جي تحطها لنا في ريزلت ايغال ميت دو كوا نحبو نديرو الميت تاع 7 فوا 7 باغ اكزومبل 7.7 يعني درك هذا الفاريابل هذا الفاريابل ريزلت راهو يحتوي على الريزلت تاع 7 فوا 7 اللي هي 49 درك باش نافيشيوها نافيشاج في الدوك في جافا سكريبت هو عن طريق دوكيمون دوت رايت هنا الطريقه هذه تقدر تافيشي الفاريابل تاعك عادي جدا سجلوا وشوفوا النتائج يعني ما تم حتى شيء علاش باسكو اون بليس باسكو بليس دو كيما تعرفنا في السي اس اس ما عنده حتى علاقه بالاتش تي ام ال درنا ليا بيناتهم نفس الشيء بالنسبه للجافا سكريبت هذا الكود جافا سكريبت كتبناه لا فونكسيون يعني درك لو كان هنا هذا يتم ليكزيكيسيون تاعو ديريكتومون يعرض لنا ريزلت 49 مي يعني هذا منفصل يعني حنا ما اكزيكيتيناش هذا حنا لاباج تاعنا هذه اكزيكيتينا نفذنا هذا الكود دونك لازمنا نعيطوا الجافا سكريبت هذا من داخل دوكيمون باش نعيطوا لها نجيو هنا للهيد اوبيا في البودي كما نحبوا نعيطوا نكتبوا سكريبت سكريبت وهذا وست فواسي ما نكتبوش كود جافا سكريبت على الانتيريور اونتر لي دو باليز ما نكتبوش جوست نديرو سورس اس سورس نكتبو سورس وفي السورس هذا نكتبو دو بوان جي اس هنا عملنا ابل لمن جافا سكريبت تكست جافا سكريبت اللي هو هذا عملنا له ابل راح يعملنا لابيل لهذه لا فونكسيون كي عملنا لابيل لهذه لا فونكسيون راح يافيشينا 49 ديريكتومون تري بيان افيشينا 49 حبوا درك هذه لا فونكسيون باش نبينو بلي قاعده تصرى العمليه جيد يعني كي نبدلو 100 فوا 7 سي 700 حبوا هنايا الضرب نرجعوها زايد ولا ناقص يعني بلاس يعني راح يدير لك عمليه الجمع يجمع لك 100 مع 7 تعطيك 107 دونك عادي جدا دا يعني تعيط لهذا الفايل لهذا الفايل عيطنا له من داخل الدوكيمون دونك لي ميتا دوني ستيل وجافا سكريبت من داخل الدوكيمون من خارج الدوكيمون هذه حاجه مليحه يعني اخر حاجه راح نتعلموها ان شاء الله في هذا الدرس وهي تري امبورطون بارتي تري امبورطون هي لا باليز ميتا باليز ميتا تسمح لنا باش نكريو 100% لي ميتا دوني في الباج تاعنا الويب بار ديفو تعطينا جو دو كاركتر ميتا دوني جو دو كاركتر لي كي فويت كي نيكزيكيتيو كوم سا تما يعني البروزر تاعنا فهم بلي لاباج تاعنا على باز راهي مكوديه لي كاركتر تاعها الاحرف تاعها لي نيميرو سبيسيو تاعها كامل مكوديين بلي كي فويت هذه حاجه مليحه نكتبو باريزوم الميتا دوني نحبو نديرو في الميتا دوني نديرو ان ديسكريبسيون يعني باش دير ان ديسكريبسيون نايم دير ديسكريبسيون في لا ديسكريبسيون تبدل كونتوني واش حاب دير لا ديسكريبسيون تقول باغ اكزومبل ذيس باج ذيس بيج ولا ذيس تيتو تري اوف اش تي ام ال او بيان اش تي ام ال كونفيرجيل سي اس اس كونفيرجيل جافا سكريبت فوالا ديسكريبسيون تاع لا باج يعني درنا ان ديسكريبسيون عادي جدا بالمناسبه يعني هنا كنجيو هنا نكتبو بايزون جافا نكتبو روشار جافا سكريبت كومسا يعني هنا كيما رانا نشوفو طلعو لنا ليليا فوالا يعني طلعو لنا ليليا من بين ليليا هذه هنا باش نفهموا طريقة هذه لا ديسكريبسيون نقدروا نقولوا هذه سين ديسكريبسيون هذه باغ اكزومبل هنا سين ديسكريبسيون هذه حتى جوسكا هنا سين ديسكريبسيون هنا لا فيرسيون هنا تيوا هنا دونك باغ اكزومبل هنا هنا ديسكريبسيون قال لك جافا سكريبت از او قاعد يديسكريبي هنا نقولوا ديسكريبسيون جافا سكريبت نقولوا دو بوان This tutorial is كيما هذه جافا سكريبت is فهذا درك اون فوا لاباج تاعنا تولي ايبرجي صافي دير تولي في لاباز دوني تاع السيرفر جلوبال تاع جوجل يعني اي واحد يجي يطابي جافا سكريبت من بين هذو لي ليات تطلع له اللي تاع لاباج تاعنا ويبقى فيها التايتل مكتوب ميتا دوني
وتحت التايتل يلقى اليو ار ال اللي ريجستريت اللي ريجستريه سيرفر جلوبال دو جوجل، وتحت تحت اليا وتحت اليو ار ال تلقى الديسكريبسيون هذه ديس ديسكريبسيون. نقدروا باغ اكزومبل نزيدو اوتور في الميتا. الميتا قلنا سي تري لارج، ميتا سي حاجة تري زامبورطون في الميتا، هي انها نكتبو نايم. النايم هنا نحبو نديرو اوتور باغ اكزومبل، وفي لوتور هذا نقولو شكون لوتور اللي كتب هذه لاباج. كونتوني، الكونتوني هو اغاك امل باغ اكزومبل، هذا الكونتوني هو لا بيرسون اللي كتب لاباج. كي تجي ليها نوت اكتياليزي في لاباج تاعك درك ولا فيها ديسكريبسيون ولا فيها اوسي لوتور. لوتور دي فو دي باج هنا تلقى ديسكريبسيون ابري تلقى باي باغ اكزومبل. كون نكبرو هنا جوست ان بو نلقاو باي دي جافا سكريبت كوميونيتي، يعني الكوميونيتي دي جافا سكريبت اللي دارت هذا هذه لاباج. كيما هنايا انا نجي هنايا جوست نكتب باي دو بوان ار كامل هنا باي جافا سكريبت. دونك هذه هي الديسكريبسيون، هذا هو لوتور اللي يمكن نكتبو هنايا. يعني ثالث حاجة يعني نقدرو وبها رابع حاجة اللي نقدرو نتعرفوها هي في الميتا. ميتا قلنا هي باليز تري زامبورتون تسمحنا باش نكتبو لي ميتا دوني ولا لي زانفورماسيون تاع لاباج تاوعنا. لاباج تاوعنا هذه نعمروها بدي زانفورماسيون، نكتبو لها لوتور، نكتبو لها التايتون، نكتبو لها لا دات نقدرو حتى نكتبو لا دات. كيما هنايا نشوفو كاين لا دات، فوالا ميتا دات دات دو فيرسيون. نقدروا نكتبوا اي حاجه، نكتبوا باغ اكزومبل كيورد يعني الكلمات المفتاحيه. نجيو هنا جوست نايم في اي يعني باليز نايم، وهنا تكتبوا الكيورد يعني الكلمات المفتاحيه كيورد. وانت هنا تجي الكونتوني وتعرفهم هذوك الكيورد تكتبهم باغ اكزومبل اتش تي ام ال، باغ اكزومبل سي اس اس، باغ اكزومبل جافا سكريبت. اي بيرسون يكتب هذو لي كيورد تطلع له لاباج تاعنا هنا في محرك البحث جوجل. هذه هي يعني حاجه تاع الكيورد، يعني ثاني تري امبورطون تكتب الكيورد لاباج تاعك باسكو اي واحد يجي يكتب سوا اتش تي ام ال جافا سكريبت من بين هذو اللي لي طلع على لاباج تاعك في محرك البحث جوجل. نحبو بار اكزومبل في الميتا حاجه ثاني تري امبورطون اللي هي اتش تي تي بي ايكيف. هذه الاتش تي تي بي ايكيف نكتبو فيها ريفرش، صافي دير لاباج تاعنا يصرى لها ريفرش كونتوني. نجيب كونتوني ونعطيو لا فالور يعني ان سيكوند، كل ان سيكوند لاباج تاعنا تصرى لها ريفرش. نريفريشيو لي ريزلتا ونلاحظو ريفرش 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 ريفرش. دونك فوالا لاباج تاعنا قاعد تصرى لها ريفرش كل ان سيكوند. هذه ميتا دوني معرفة في لاباج تاعنا، حاجة تري امبورطون. اخر حاجة نتعرفوها في الميتا ان شاء الله هي الميتا دوني اوسي، هذه ريسامو ديفلوباوها في يعني ريسامو ديفلوباوها قاموا بالديفلوبمون تاعها في ال HTML5. لي جون ديفلوبيو باش يسهلوا على كيفاش نقولوا باش يسهلوا يعني باش يسهلوا على الناس ولا لي ديفلوبور في با يعني في عفوا في في بار. نعم دونك كيما قلنا هنا في هذيك دبليو سي في اي بور، صافي دير كو هذه لا تريبي هي تري امبورطون. هنا هذه البوان اللي لازمنا نركزوا عليها في هذا الدرس اللي هي يعني كلك شوز كو ريسون، يعني ديفلوبور ريسامون لي جون باش يسهلوا على الديفلوبور. باغ اكزومبل واحد حاب يديفلوبي ان سيت ويب لونتربريز، حاب يديفلوبي ان سيت ويب لونتربريز واش يدير؟ ما يخصوش يعني يخصو يكتب هذه الفي اي بار، والفي اي بار لو فالو 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 اللي نمدوها لهذا النايم في لاباليز ميتا اللي تسمح لنا واش هو اللي تسمح لنا باش اللي تسمح لنا باش واش باش يعني الباج تاعك كي تكريها سوا لي ديمونسيو تاعها ولي الزوم تاعها يقعد فالابل سوا في اني كرون تاع البي سي سوا في اني كرون تاع سمارت فون سوا في اني كرون تاع تابلت. وهذا يعني شيء تري امبورطون، يعني كي تجي تكري باج تاعك الويب ننصحو انك تكتب هذه الفي اي بور، وهذه الفي اي بور تسيبورتي كوا تسيبورتي يعني دو جيو هنا نكتبو دو دو زاتريبي وين في الكونتوني، يعني في الكونتوني نكتبو دو زاتريبي. لاتريبي الاولى هي الويث
8 comme ça égale device device comme ça 8 يعني هذه بروميير فالور اللي تهزها دوزيام فالور اللي تهزها هي انيسيال انيسيال سكال تي سكال ايغال 1.0 دونك هنا باش نشرحوا هذه يعني لا باليز هذه الدرنيير شوز راح نديروا ان شاء الله في هذا الكور هو انه فيفور هنا الفيفور هذه وشوا الفيفور هذه هي وشوا ديفلوبوها ريسامون لي جون في الاش تي ام ال 5 باش يساعدوا لي ديفلوبور تاع لي باج ويب يعني تكون لاباج تاعهم فالابل في اللارجور والزوم تاع في اللارجور كيما هنايا غنشوفوا هنايا يعني باش تكون في اللارجور يعني هنا اللارجور تاع لاباج هو اللارجور تاع الديفايس وهنايا الزوم انيسيال هو الزوم تاع ليكرون تاع 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 الديفايس اللي قاعد تخدم عليها باش نشوفوا هذه العمليه اكزاكتومون كيف كومون سا سباس يعني سي جوست نجيو هنا نكتبوا يعني انسبكت اليمون في الانسبكت اليمون راح تبين لنا شيء مهم جدا جدا يعني نحبوا هذه لاباج هنا مكتوبه في الاورديناتور نحبوا حنا نديروها في ديفايس نديروها في سمارت سمارت فون وبيا في ان تليفون كيما هنا بار ديفو هاو كاتبها لي نيكسس 5 اكس نيكسس 5 اكس يعني في تليفون نيكسس 5 اكس هاي كيفاش تبان لاباج تاعنا حنا كتبنا الفي اي بور افيك لي دوز اتريبي يعني الفي اي بور هذه وشو تمد للبراوزر ولا تفهمه وتمد له لوما باش يكونترولي هادو الدو يكونترولي هادو الزوج تعطيه لاما الفي اي بور تمد له لاما باش يكونترولي هادو الدو اتريبي ولا هادو الدو فالور يعني اللارجور تاع لاباج تكون مع اللارجور تاع الديفايس تحافظ على اللارجور تاع الديفايس هاك تشوف جينا هنا جيو هنا ايباد ميني سي جيست هنا لاباج ما قاعداش تبان مليح باغ اكزومبل نجيو نكتبو يعني كيما قلنا هنا باغ اكزومبل في الايباد ميني في الايباد ميني يعني نشوفو نشوفو بلي الفي اي بار مد للبراوزر تاعنا اللي يتواجد على واش البراوزر تاعنا اللي يتواجد في في الايباد ميني براوزر هذاك اللي منستالي في البرا في في في, في, في الايباد ميني مدلو دو الفي اي بور هذا مدلو دو فالور مدلو العرض قال له باللي العرض تاع صفحه الباج هذه هي العرض تاع الديفايس هي عرض الايباد ميني والزوم تاع لاباج هي الزوم انيسيال تاع الايباد ميني تاع ليكرو تاع الايباد ميني ميم شيء يعني كون نجيو هنا الايباد ميني نحبو نديروها باغ اكزومبل ايفون 6 نفس الشيء يعني في هذه اللحظه كي اكزيكيتينا هكذا الفي اي بور هذه هي راحت مدت للبراوزر اللي مانستالي في الايفون 6 قالت له بلي الويذ تاع لاباج هذه هو الويذ تاع ليكرون تاع الايفون 6 والزوم انيسيال تاع لاباج هو والمحتوى تاعها هو الزوم انيسيال تاع ليكرون تاع الايفون 6 وهنا تكمل قوة ميم سي كون نديرو في الطابلات كون نديرو ميم سي كون نحبو باغ اكزومبل الايفون 6 هذا ندورو ندورو العكس يعني كان فيرتيكال نرجعو اوريزونتال شوف يعني يعني حافظ يعني حاجة يعني ديفلوبي وحاجة ريسامون ديفلوباوها نحبو نردو هكذا الباج تاعنا تحافظ على الميم تريك يعني باش تبان الفائدة تاع الفيو بار خصنا نجيو هنا ونديرو له باغ اكزومبل سبريمي واحد كوم سا ونسجلو في اي بور كوم سا يعني هنا راهي في الايفون 6 كون نحبو باغ اكزومبل مينتنون نحينا الفي اي بور نحبو باغ اكزومبل نرجوها في الايباد ميني نجي باغ اكزومبل ici نكسس نعاودو نحيو ريفريش هذي نحيدوها برك
نديرو لها كومونتير باليز هذه اللي ما نكريوش الميتادوني هذيك. فوالا هنا باش حنا اللي نقومو ب حنا اللي نقومو بعمليه ريفرش كما قلنا كومسا حنا اللي نقومو بعمليه ريفرش. حنا قلنا هنا باش نبينو الاهميه يعني تاع ريسبونسيف كما هنا كاينه ريسبونسيف هذه باش نبينو الاهميه تاعها. هذه تعتبر ريسبونسيف يعني ميتا داتا فيو ريبورت تعتبر ريسبونسيف. سافي دير كوا ريسبونسيف ديزاين؟ ريسبونسيف ديزاين الباج تاعك تكون متاقلمه سوا مع انيكرو تاع البي سي انيكرو تاع السمارت فون انيكرو تاع تابلت يعني ديفيرون ايكرون تكون هي متاقلمه يعني لاباج تاعك كي تحط هذه الفيو ريبورت. باش نبينو ليتيليتي تاعها قلنا مليح مليح. اول حاجه نبينو لاطراس تاع بوردير تاع لاباج تاعنا انا مش باينه مليح سي جوست نجيو هنا بالخف الاش تي ام ال اللي هو ليليمون راسين نمدو ان كلاس الكلاس هذه نسميوها بايزون دي 3 ونجيو للسي اس اس تاعنا نقولوا له عطينا ان باك جراوند هنا دي 3 كلاس دي 3 باك جراوند نعطيو له ان باك جراوند كومسا 35 بايزون سجلو كما صار نعاودو نرجعو الكود تاعنا ونكتياليزيو لاباج. هنا شو جوست باه فوالا نكتياليزيو لاباج كلاس سجلو مليح هنا مسجلناش في كلاس هنا اوسي باكراوند دي 3 نسجلو نعاودو طري بيان. هنا بدلنا الباكراوند تاع واش بدلنا الباكراوند تاع لاباج تاعنا باش نشوفوها في التليفون كيما هنا جبنا الاطار تاع لاباج. هنا قلنا باش تبان الاهميه تاع هذه الفي بار يعني نسيو نحوها ونشوفو يعني اسكو قاعد تابليكينا في العمليه ولا لا. نجيو هنا ونسجلو نتائج ونشوف طري بيان. شوف هنا يعني هنا شو كولات الزوم ولا افون حاب يقول هذه الفالور هذه اللي هنا ولات ما تهزاش بعين الاعتبار. علاه؟ لانه الفي بور هي اللي تمد هادو لي ديزانستريكسيون تمدها من البراوزر اللي ما انستالي في الجالاكسي اس 5 تقول له ابليكي لي هذه وابليكي لي هذه. حاب يقول الزوم انيسيال تاع لاباج هو الزوم تاع ليكرون. هنا الزوم انيسيال تاع لاباج شوف لاباج يعني عندها زوم افو بارابور ليكرون يعني هنا لانه الفي بور ما كانش كي تعود كاينه تمد هذه الانستركسيون البروزر كي تعود كاينه تمد هذه الانستركسيون ونلاحظوا لا لارجور تاع لاباج يعني كي نجيو هنا نمشيو يعني فير رايت نشوفوا اللارجور تاع لاباج ماهوش هو اللارجور تاع ليكرون تاع جالاكسي اس 5 يعني باش يكون هذه وهذو كاينين يعني اللارجور ها نشوفوا اللارجور مش محافظ والزوم نشوفوا فيه افو كي نعاودوا نرجعوها ونسجلوا راح تصرى العمليه العكسيه. صافي دير كوا تابليكينا هذه الزوم انيسيال وتابليكينا اللارجور يولي اللارجور تاع لاباج هو اللارجور تاع ليكرون تاع الجالاكسي اس 5 والزوم انيسيال تاع لاباج انيسيال تاع لاباج تاعنا هو الزوم تاع ليكرون. يعني باش نتاكدوا مليح كما قلنا هنايا في اي اباري تصلح شوف هنا كما كنا نابليكيو هنا في النكسس هنا في الايباد ميم سي في الايباد وتحب تدورو شوف كي تعطيك تعطيك الريزلتا يعني حاجه مليحه يعني. حنا نرجعو ل هنا الجالاكسي اس 5 في الجالاكسي اس 5 قلنا لو كان نحيو هنا كيما نحيناش الفي بورت في ديفيرون ديفايس سواء في الجالاكسي في الايباد في الايفون 5 يعني كامل محافظتنا على هنا كيما قلنا كيما قبيل نحينا هذه وسجلنا من بعد ابري جينا هنا نشوفوا الزوم افو يعني هنا مولات ما تحافظش وما تحافظش يعني مع الايبود ميني مع الايفون 5 ديما الزوم ولا لارجر تاع لاباج ما كانش. علاش ما كانش؟ في ديفيرونت تيب تاع بلوس يعني هنا ما كانش ايفون 6 باغ اكزومبل هنا ما كانش ديما الزوم ولا لارجر ماش محافظ. علاش؟ باسكو الفي بورت ما كانش. لازمك ترجع الفي بورت تاعك تريجستري لاباج وفي هذه الحاله راح تحافظ لك على لي دو فالور هذوك اللي مدهم وشكون اللي مدهم اللي تمدهم الفي اي بورت تمدهم للبراوزر اللي هما هذه وهذه اللارجر تاع لاباج والزوم تاع لاباج تمدهم للبراوزر وتقول له
حافظ لي يعني السورس تاعك هذا يتهز سوا في السمارت فون سوا في الطابلات سوا في البي سي، تقول له اي براوزر يجي تيليشارجي لاباج تاعك هذاك، تقول له هاي هذو دو فالور هذو هزهم كون كونسيديراسيون. دونك هنا تعم الفائده، صافي دير كوا لاباج تاعك تكون بلو بوبيلار و بلو يوتيليزي بار لا بلي بار دي جون دو موند. صافي دير اللي يستعمل الطابلات ولا اللي يستعمل الفون ولا اللي يستعمل البي سي تكون بلي يوتيليزي. دونك هذه هي ليوتيليزي تاع هذا الفيو بور اللي انتريغاوها ريسامون في الاش تي ام ال 5 اللي انتيغري في لا باليز ميتا. دونك هنا حنايا في الدرس تاعنا يعني اكتفي بهذا القدر من المعلومات من هذا الدرس العشرين من دور تعلم لغة الاش تي ام ال. يعني درس اليوم هو خلاص درس اليوم هو تعلم لا باليز ميتا برينسيبالمون اللي تسمح لنا باش نديرو انكلو تاع لي ميتا دوني في اون باج ويب تاعنا، بالاضافه الى تايتل ستايل اي لينك اي سكريبت، يعني لي اوسي نقدروا نديروا دي ميتا دوني داخل لا باج ويب انطلاقا من هذو لي باليز، وجينيرالمون لي ميتا دوني نحطوهم في الكونتينر تاع لي ميتا دوني في الاش تي ام ال اللي هو الهيد، يعني تحط كاع لي ميتا داتا تاعك لي ميتا دوني تاعك تحطهم كاع في ان هيد، يعني الكونتينر دي ميتا دوني. دونك هذه هي خلاصة الدرس في هذا، هذه هي خلاصة الدرس. يعني أتمنى أن الدرس قد اتضح عندكم. أي واحد عنده استفسار عنده سؤال أو الدرس غير واضح عنده، ما عليه غير يطرح لي سؤال ولا يبوز موان كيسيون أسفل هذا الفيديو، سأكون جد سعيد الإجابة أو عن الرد عن أسئلتكم. دونك ما بقى لي غير نقول لكم سبسكرايب شير اي لايك لهذا الفيديو. نعم اعمل هذه الاشياء قبل ان تكيت هذا الفيديو، واهلا وسهلا ومرحبا بكم في دروس اخرى من دور تعلم لغه الاتش تي ام ال الى درس اخر ان شاء الله، راح يكون درس 21 من هذه الدوره لتعلم لغه الاتش تي ام ال، لسنتعلم دروس اخرى جديده في دور في لغه الاتش تي ام ال. دونك الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام الله عليكم.